كمان من الاخبار الحلوه اللي عايزين نعرفها لحضراتكم ولو تركزوا كده معانا، انا شخصيا ما تهيأليش ان في برنامج اتكلم قدنا في 10 الصبح في الاهلي عن ملف ذوي القدرات الخاصه وابطالنا البارالمبيين. كلام واخر المستجدات دايما بنعرفها لكل حضراتكم اول باول. احنا تقريبا في كل حلقه لازم يكون لنا ملف ما يتعلق بيهم او استضافه ما لمجموعه من ابطالنا البارالمبيين. من الاخبار الحلوه بقى انه اخيرا يا حضرات اصبح هناك اتحاد لرياضات الاقزام اللي هم قصار القامه برئاسه الاستاذ علي شعبان، اللي هيعقد اول اجتماعاته بكره ان شاء الله، واللي هيتناقش من خلاله مع الحاضرين في عدد من الملفات المهمه جدا، وكمان اعتماد خطه الانشطه الرياضيه للفتره المقبله. التأسيس جه بعد إجراء اللجنة البارالمبية انتخابات شارك فيها 13 نادي ليسفر التصويت عن انتخاب الأستاذ علي شعبان رئيسا. وطبعا هو يعني بالفعل شغال بقى طول الأيام اللي فاتت على سياسة الارتقاء برياضات الأقزام وتطوير قدراتهم وتأهيلهم للمنافسات على المستوى القاري والعالمي. ده الخبر بشكل عام. لمزيد بقى من التفاصيل احنا معانا على التليفون الاستاذ علي شعبان رئيس اتحاد رياضات الاقزام، اللي هنتعرف منه بقى على رؤيته للفتره المقبله ان شاء الله. استاذ علي صباح الخير على حضرتك ومليون مبروك الانتخاب. صباح السعاده على حبيبي وصانع السعاده. يعني مش عايز اقول لك حضرتك استاذنا هوان من الناس اللي دعمت زي ما حضرتك قلت، انا شرف ليا ان انا موجود النهارده، كنت اتمنى ان ابقى موجود معاكم، بس الحمد لله ده شرف ليا ان انا موجود معاكم. ان شاء الله تنورنا قريب باذن الله. شرف ليا يا حبيبي، شرف ان شاء الله. مبروك مبروك، الف مبروك انتخاب حضرتك. وعايزين في البدايه كده نتعرف على يعني تحت مظله هذا الاتحاد هيكون في كام لعبه مختلفه. اولا هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم هو الفضل ربنا عز وجل في الاول وفي الاخر. الحمد لله حضرتك طبعا زي ما قلت ان انت معاشر مسيره نجوم مصر من قصار القامه. احنا زي ما انت عارف ان احنا بدانا منتخب والحمد لله عملنا اول دوري مصري السنه اللي فاتت، كان برعايه وتبني اللجنه البارالمبيه المصريه وبرعايه الاب الروحي او وزير السعاده معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي اللي دعانا من 2018 حتى تاريخه. الحمد لله توالت النجاحات بعد انطلاقه الدوري 11 فريق كان في شهر مارس. الحمد لله احنا كمنتخب بدانا الاول، يمكن لما الشباب كانوا معاك وليد والحضري قلت لهم انتوا بداتوا منتخب وبعدين بقيتوا انديه. احنا المنتخب الحمد لله اللي حاصل على اول بطوله كاس عرب لقصار القامه كان 2022، كان بحضور 8 دول منتخب البانيا، وبفضل الله برعايه الدوله ممثله في فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا بنقدم له الشكر طبعا على دعمه لذوي الهمم وتبني ولاده. وحضرتك شفت في حكايه وطن هو تبنى اكتر وراعى اكتر، ده كان دافع لينا ودافع لوزاره الشباب واللجنه البارالمبيه ان يكون في الاول لجنه رياضات الاقزام برئاستي ومعايا مجموعه من الشباب. الحمد لله بدانا نشاطنا كويس لغايه ان اللجنه البرلمانيه المصريه برئاسه الدكتور حسام الدين مصطفى ومجلس ادارتها خدوا قرار باستراتيجيه جديده ان هم يفصلوا الالعاب اتحادات خاصه، وكان من ضمن الاتحادات المشار اليها هو الاتحاد المصري لرياضات الاقزام اللي بفضل الله اتعملت الجمعيه التاسيسيه زي ما حضرتك قلت، هم كانوا 20 نادي وفي اخر اليوم وصلنا ل 13 نادي بفضل الله. خدنا العلامه الكامله ان قائمه صناع السعاده خدت 13 صوت من 13 صوت بفضل الله عز وجل، ودي كانت اول جمعيه تاسيسيه باتحاد رياضي لقصار القامه او الاقزام مصري عربي افريقي وربما دولي بعد الاتحاد الانجليزي. هو في اتحاد انجليزي لرياضات الاقزام والرياضه دايما مصريه بفضل الله عز وجل، ان ده هيعتبر اول اتحاد عربي افريقي الاتحاد المصري لرياضات الاقزام. يعني هنقول عمل دولي بصناعه مصريه ده كلام محترم جدا استاذ علي. يعني اولا بصبح على حضرتك طبعا، وزي ما كريم قال احنا من يمكن من الاعلاميين اللي يعني خليني اقولها صراحه مهتمين جدا جدا بهذا الملف، ولكم مننا كل الدعم حقيقي بشكل كامل وفرحانين بيكم جدا، حالنا حال كل المصريين بصراحه. والخبر ده اسعدني كمان انا وكريم شخصيا لما كنا بنحضر للحلقه بنتكلم، يعني فئه من المجتمع قابلناهم وعرفناهم واتكلمنا معاهم وسمعناهم، فئه كان عندها امل وعندها طموح وعندها خطه مستقبليه وعايزين يعملوا كتير وابطال بمعنى الكلمه، فده ابسط شيء ممكن ان هو يقدم. وكمان انا يمكن شفت القايمه، يعني حضرتك عامل ميكس ما بين الفئات المختلفه، يعني شفت برضو الاستاذه نهال عنبر معاكوا في المجلس، يعني انا اعتقد يعني حضرتك كنت حريص ان انت تجيب كل الفئات المجتمعيه كمان. هو بصي هو الحمد لله احنا زي ما بيقولوا كده احنا عملنا اتحاد ائتلافي بالمحافظات. احنا فرق الدوري من 18 محافظه،
فكان اصراري ان انا اهم شيء ان انا ادخل نجوم مصر من قصر القمه. انا كنت اتمنى ان يبقى رئيس الاتحاد منهم لان دي مشروعهم وده حلمهم، لكن هم طبعا ان انا من 2017 زي ما بيقولوا كده الاب الروحي وشرف ليا ان هم قال لك لا ان علي شعبان يبقى هو الاب الروحي على راس منظومه كاول اتحاد. كان اختيار ربنا لينا كمجموعه صناع السعاده او قائمه صناع السعاده، انا ما اخترتش حد، هو ربنا اللي اختار. كان ترشيح الاستاذه نهال عنبر لان هي فنانه قديره اعلاميه، والاهم من كل ده ان هي صاحبه رساله في المجتمع وهي ليها عمل مشاركه مجتمعيه. جه اصريت ان يكون امين الصندوق من قصر القامه اللي هو الاستاذ علاء، ده شاب ماجستير رياده اعمال اخصائي بصريات، شاب مميز جدا. عندنا عبد الرحمن بركات من قصر القامه عضو مجلس اداره، ده موظف مصرفي في البنك الاهلي ومميز ولاعب منتخب مصر. صفاء دي لاعبه رفع اثقال وبطله مصريه. فاحنا اخترنا النهارده الاستاذ عبير نصار، هي استشاري رياده اعمال كابتن محمد ابو طالب، فكانت قايمه ربنا عز وجل هو اللي اختارها. رائع جدا. عندي بقى سؤال برضو، كل اتحاد لما بيبقى يعني مثلا بيبقى في حوار صحفي او اعلامي بيتكلم عن بعض المشاكل وبعض الايجابيات، من المشاكل الكومن جدا او الدارجه ما بين الاتحادات المختلفه هو الدعم او التخصيص المادي. خليني اعرف من حضرتك واطمنا، كاتحاد بيؤسس جديد او بشكل جديد او حديث، خلينا نعرف هل في مخصص كافي من وزاره الشباب والرياضه وتحديدا دكتور اشرف صبحي زي ما حضرتك ذكرت هو داعم بشكل كبير، فهل في تخصيص كان كافي حتى هذه اللحظه ولا لسه الامور لم تتضح يعني تتضح بشكل كبير؟ هقول لحضرتك حاجه بعيدا عن التملق والنفاق والرياء، يمكن هقول لحضرتك حاجه، علي شعبان من النماذج المصريه، شاب ابن مصر، الدوله دعمته بدون وساطه بشغلي. يمكن لما جم كان اختيار ان علي شعبان يبقى رئيس لجنه رياضات الاحزاب في اللجنه البرلمانيه المصريه، ده كان اختيار ما بين اللجنه وما بين الوزاره، مش عشان علي شعبان جايب حد للدكتور اشرف، لا، انا اهم شيء حاليا اللي انا بقوله بعيدا عن اي حاجه ان الدوله مهما انا اشتغلت او حتى اشتغلتي مش هتنجحي الا بدعم الدوله. انا الدوله دعماني بفضل الله على مدار 5 سنين. النهارده الاتحاد ان شاء الله هيبقى، اتمنى انه يشهر في اقرب وقت بفضل الله عز وجل، ثم موافق الدكتور اشرف واللجنه البرلمانيه واللجنه الاولمبيه. الناس دلوقتي بتقول لك احنا داعمين لفئه قصر القامه عشان انت عملت حاجه، انت غيرت نظره المجتمع نحو شريحه تستاهل، صناع السعاده من قصر القامه يستاهلوا. فالنهارده الدعم اللي جاي من الدوله، لا انا من يوم ما اشتغلت في عالم قصر القامه انا عملت 4 مهرجانات في شرم الشيخ برعايه وزاره الشباب والرياضه، محافظ جنوب سيناء اللي هو خالد فوده، الدعم كله دعم دوله. ايوه يعني انا بسال حضرتك الدعم اللي هو المادي ليس المعنوي كافي؟ يعني المخصصات للاتحاد ده كافي؟ الدوري اللي حصل من شهر 3 حتى تاريخه اللجنه البرلمانيه المصريه هي اللي تكفلت بيه. اوكي. حاليا ان شاء الله في خطه نشاط لينا سواء نشاط رياضي محلي ودولي، وفي خطه ان احنا طبعا لما الاتحاد الشرقي ما ينفعش دلوقتي نعلن ان احنا محتاجين سبونسر او محتاج دعم، الدوله بتدعمنا طبعا، ما هي دي. لكن ان شاء الله بعد الاشهار، لا هو في مجموعه من الشركات في بنوك محترمه قال لك احنا داعمين الهمم، هاتوا الاشهار وانتم ولاد مصر، واحنا دايما داعمين واقفين ورا ولاد مصر. والاهم حاجه زي ما قلت لحضرتك ان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في القائمه على وزير حكايه وطن قال له يا دكتور اشرف انت محتاج دعم؟ قال له انا محتاج دعم. قال له وانا موافق، ويمكن في تصريح على وزاره الرياضه صحيح ان في دعم، في دعم للابطال الاسوياء وذوي الهمم ورفع المكافئات للابطال الدوليين. عشان كده لازم نقول ان من حسن الحظ الحقيقه ان الاتحاد ده تم تاسيسه في الوقت ده بالتحديد، في ظل يعني وجود قياده سياسيه مهتمه جدا بالمواطن المصري بشكل عام، ولا سيما ذوي القدرات الخاصه سواء كانوا رياضيين او حتى غير رياضيين. نهاوند كانت بتتكلم مع حضرتك من شويه بتقول لك ان احنا قبل كده اتكلمنا كتير واستضفنا كتير يعني هذه الفئه من ابطالنا المصريين، وكلامها مظبوط مليون في الميه، عندهم احلام وعندهم طموحات وعندهم شغف وكمان عندهم احتياجات بطبيعه الحال. فمن هنا كان السؤال المتعلق بالمخصصات الماليه، هل هي تتماشى مع حجم المطلوب ولا لا؟ فنتمنى ان شاء الله انت الفتره الجايه ما يبقاش عندكم اي نواقص وتشتغلوا كده ان شاء الله في يعني في ظل ميزانيه متوازنه ومنطقيه باذن الله. بتمنى من ربنا عز وجل زي ما حضرتك قلت ان احنا هيبقى شرف لينا ان اشهار اول اتحاد مصري عربي
في ظل قياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور اشرف صبحي، المهندس هشام حطب، اللجنه البرلمانيه. ده هيدينا دافع اقوى ان احنا ان شاء الله نشتغل اكتر. واكيد حضرتك الدعم اللي بيجي من حضرتك من استاذ العوان او من قناه الاهلي عموما او الاعلام اللي مهتم بينا، وانا بشكركم جدا زي ما حضرتك قلت ان في احنا ما فيش اعلام علينا للاسف. حضرتك مهتم في ميديا تانية مهتمة، إنما الإعلام ممكن يهتم بحاجة تانية، لكن دول أبطال. فدي يعني أنا بتمنى من خلال شاشة حضرتك إن يبقى في تسليط الضوء على نجوم مصر وكسر القومة، وإن شاء الله نفيد الرشاط الرياضي. الدوري هيبدأ إن شاء الله في شهر 12 بإذن الله. عندنا بطولة دولية خدنا موافقة اللجنة البارالمبية، إن شاء الله هتبقى أقوى بطولة دولية موجودة في مصر، 20 دولة، البطولة الأفرو آسيوية بإذن الله، أو هنقول كأس القارات، دي هتبقى في شرم الشيخ بإذن الله تعالى. أيه. دي يعني ودي هنهديها بقى للشعب المصري، ونهديها في قناة الرئيس لكل اللي كانوا ده، والدكتور أشرف واللجنة، كل حد وليكم أي حد دعمنا البطولة دي إن شاء الله. زي ما احنا خدنا كأس العرب وكنا أبطال كأس العرب، هنهدي لكم البطولة دي إن شاء الله بإذن الله تعالى. موفقين إن شاء الله. وأنا بشكرك. موفقين وبنتمنى لكم كل النجاح بإذن الله. قال لك هم ليهم أمنية، طبعًا أنا بقدم الشكر للنادي الأهلي وللقدوة اللي ليا أنا شخصيًا هو الكابتن بيبو محمود الخطيب. بقول له حضرتك النهارده بتتعامل بشغل مؤسسي محترم وانت قدوه لينا في الاداره، بس انا بتمنى ان اولادك نجوم مصر يزوروا الصرح الكبير النادي الاهلي، ودي امنيتهم ليكم. يمكن وليد قال لك ان هم نفسهم يتقدم لهم دعوه من النادي الاهلي ويقعدوا مع الكابتن الخطيب ويكونوا في الصرح الكبير. يحصل ان شاء الله وعن قريب. بنتمنى لكم كل النجاح والتوفيق باذن الله، وربنا يعني يسدد خطاك انت شخصيا. شكرا جزيلا لوجودك معانا.